كنا بنشوف دول تشترك مع بعض عشان تنظم بطولة العالم، لكن مصر تاخد الملف كاملا، هي الوحيدة اللي بتنظم في ظل تحديات كبيرة والكورونا. شوف تنظيم مصر للحدث ده ازاي، خاصة احنا معانا دلوقتي كرة اللي اتلعب بيها البطولة كأس العالم هنا في مصر. ده طبعا ساعتك شايف الالوان دي ايه؟ احمر ابيض اسود. ده علم مصر، في قلوبنا كلهم كلنا. طيب اللي انا عايز اقوله، طبعا كان في الحقيقة قرار صائب من الاتحاد الدولي ان بتاع يعطي مصر تنظيم كاس العالم 2021. احنا قبل كده زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، اللي هو قبل وبعد هذه البطوله كان اللي بينظموا يا اما دولتين او ثلاث دولات، يعني او ثلاث دول. فاللي انا عايز اقوله ان احنا مثلا البطوله اللي هي سنه 2019 كانت بين المانيا والدنمارك، دي اساسا 2021 كانت مصر فقط لوحدها هي اللي بتستضيف الملف لوحدها. بعد كده عندنا السويد وبولندا، واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا يعني لكن من انجح البطولات اللي تمت، وفعلا كان حدث عظيم وكبير، وخصوصا ان سياده الرئيس تشرفنا في الافتتاح، رئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي ارحب بكم جميعا ضيوفا كراما على ارض مصر الكنانه، في اكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال 27 بجمهورية مصر العربية. في هذا التوقيت كانت مشكله كبيره جدا، لان قبل التطعيم فاحنا كل اللي احنا عملنا بابل اللي هو فقاعه طبيه واخد بال حضرتك ازاي، واحنا عملنا شغل كبير جدا مع الاتحادات انها تشترك، يعني عملنا كذا فيديو كونفرنس مع ال 32 دوله، وكان دي اول مره الاتحاد الدولي يزود عدد الفرق اللي هي في 2021 في مصر تبقى 32 بدل من 24. وكان ده تحدي تاني برضه. طبعا تحدي تاني، وفي نفس الوقت قبليها على طول اللجنة الأولمبية الدولية أجلت دور طوكيو اللي هو 2020. وبعدين بعد كده احنا أساسا فتحنا للعالم كله، كل الاتحادات الدولية كانت قافلة في تنظيم بطولة العالم، بطولات العالم يعني. لكن انا كان وجهة نظر ان احنا مش عارفين الكوفيد دي هتنتهي امتى، ولازم نتعايش مع الموقف اللي احنا فيه. ففي الحقيقة بعد كاس العالم والدليل والحاجة العظيمة فيها ان الحكومة المصرية عملت اعلى مستوى، يعني استندر على مستوى كل البطولات، يعني في الحقيقة كان متداخل في هذا الموضوع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل مؤسسات الدولة كانت تشترك، وطبعا على رأسها رئيس الدولة الدكتور مصطفى مدبولة رئيس مجلس الوزراء ومجموعة عمل من السادة الوزراء. ففي الحقيقة اتعمل حاجة يعني على أعلى مستوى. أبرز الرسائل اللي جات للدكتور حسن مصطفى على المستوى الشخصي بعد النجاح المبهر للبطولة هنا اللي كانت موجودة في مصر؟ لا، الناس كلها بدأت بعد ما كانوا متخوفين بدأوا يبعتوا شكر لمصر، الدولة المصرية، بعتوا شكر للدولة المصرية، وبعتوا شكر للجنة الأولمبية الدولية. وأنا ما منساش الرسالة اللي بعتها لنا السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بيشكر الاتحاد الدولي كرة اليد وبيشكر الحكومة المصرية على ما قامت به من
هي تفتح الرياضة للعالم كله. ففي الحقيقة الناس كلها يعني كانوا أبريشيت اللي حصل دوت. يعني كانوا سعداء جدا كل الاتحادات الدولية كل اللجنة الأولمبية الدولية. واللجنة الأولمبية الدولية طلبت اللي هو البركوشن أو الإجراءات الاحترازية اللي احنا نفذناها. مصر وقتها قدمت ملف كامل. هي عشان تغطي كل النقاط الصغيرة في البطولة وقتها. بالظبط كده. وبالتالي نجحت البطولة على أعلى مستوى. وما فيش بطولة اتعملت في أي حتة سواء في أوروبا أو في البان أمريكا ولا في أوسيانيا زي نجاح بطولة, زي نجاح بطولة مصر. يواجه العالم منذ بداية عام 2020 موقف شديد الحرج دائما أثر على كل الأنشطة الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية, والتي أدت إلى إلغاء ثلاثة بطولات في روسيا وفي رومانيا وأيضا في إيطاليا جراء هذه الجائحة. يجب أن نكيف أنفسنا مع ما نواجه من كوفيد 19 من أجل تنفيذ هذا الحدث ومن أجل اللاعبين والمدربين وكل المشاركين في هذه البطولة. على المستوى الشخصي بقى, الدكتور حسن مصطفى شاف إزاي تكريم الدولة المصرية لما أطلقت على إحدى الصالات الكبرى اسم الدكتور حسن مصطفى؟ لا طبعا أنا بحب إن أنا بشكر الحكومة المصرية وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, كان بيفتتح الصالة قريب حوالي 3-4 أسابيع. يعني رغم إن هو مشاغل كبيرة جدا لكن أعطى وقته لأن هو كان فيه أكتر من من مشروع هنا, ومنهم افتتاح الصالة بتاعت التحمل الاسمي. فأنا طبعا سعيد جدا وبشكر الحكومة المصرية وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر الناس كلها ان هي كرمتني وانا لسه عايش. ده تقدير كبير لرمز كبير زي دكتور حسن مصطفى. برضو من ضمن التكريمات المهمة بيتك وهو بيكرمك نادي الأهلي.